السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك ممكن تدخل للظابط ساره تقول لها الاستاذ فاطين بره عايز يدخل يقابلها ضروري يعني. حضرتك الظابط ساره مش موجوده دلوقتي. يا دي الحظ يا دي الحظ. طب بقول لك ايه، حضره الظابط عمر موجود؟ اوعى اوعى تقول لي مش موجود. ها قول لي موجود والنبي. موجود. ممكن بقى تهدى وتقول لي بقى ايه حكايه شيكو مدريد؟ الله يخرب بيته. حضرتك بقى شيكو زفت ده هو اللي كان بعته فريد به الجندي مسهل علينا الماموريه. ايه فريد به الجندي ايه؟ مسهل علينا الماموريه. ما هو حضرتك هو اسمه كده، ده راجل شرير قوي. طب كمل. حضرتك بقى الرجاله الكبار اللي هم اشر من شراره فريد ده راحوا بقى لفريد قالوا له، ففريد بقى خد الكلام دون بقى منهم وراح قال لشيكو مدريد زفت دون علشان يروح لفيلا حسين بيه المرشدي ويقوم معشط بقى الورق. ليه بقى سعادتك؟ ليه؟ علشان بقى حضرتك الورق ده كله ممكن يوديهم كلهم كلهم في 60,000 داهيه. علشان كده لما ما عرفوش ياخدوا الورق قاموا بقى ضربوا بقى حسين بيه المرشدي. وانت عرفت منين ان في ورق مع حسين المرشدي قبل الحادث؟ ما هو حسين بيه المرشدي بنفسه اللي قال لي كده بعظمه لسانه بعد الحادثه قبل ما ننقله المستشفى. طب لما هو قال لك ما قلتليش ليه لما سالتك في المستشفى؟ ما هو بقى حضرتك انا ما افتكرتش غير وانا عندي شيكو مدريد في الزفت الهنجر بتاعه. وايه اللي وداك الزفت الهنجر بتاعه؟ هو حضرتك هو انا رحت له يعني بمزاجي؟ ده انا اتخطفت. اتخطفت؟ بومبوني بومبوني الخاين العميل لشيكو مدريد باعني ليه بالرخيص. فعلا فعلا حضرتك كما قال القدماء اتقي شر من احسنت اليه. المهم الورق اللي انت بتقول عليه لقيته؟ الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب لقيته. طب لما انت لقيته ما سلمتوش ليه؟ وانا لحقت حضرتك. ما هو شيكو زفت ده وانا خده مني بالتهديد عنوه. ولكن حضرتك عزائي الوحيد كما قال غاندي ان النصر الذي ياتي من خلال العنف مساو للهزيمه لانه مؤقت. يعني عمال تحكي لي كل الحكايه الطويله العريضه دي والورق مش معاك؟ ولا عايزنا نعمل لك ايه؟ نجيبه لك؟ لا حضرتك انا طالب قوه عسكريه من البوليس والمطافي تحتشد لشيكو مدريد عند الهنجر ويترش هو ورجالته بالمياه حتى الغرق. صباح الخير يا فؤاد باشا. اهلا. صباح الخير عمر بيه. ازيك يا فؤاد باشا؟ اتفضل. تشرب ايه يا سيدي؟ لا يا باشا نطرت وشربت الشاي وكله تمام. انا عملت لسيادتك التقرير اللي انت طلبته في قضيه حسين المرشدي. وكمان كل التحقيقات موجوده في التقرير. ما شاء الله ده انت شايف شغلك كويس قوي. اتعلمنا من سيادتك يا فندم. بقول لك ايه صحيح؟ في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها ممكن تبقى اضافه مهمه. قول. فاطين سيد الحاوي اللي هو مدرس اولاد حسين المرشدي كان بيقول ان في ورق مهم هو سبب تعرض حسين المرشدي للقتل. والورق ده خده شيكو مدريد. شيكو مدريد؟ مش الواد ده بتاع قطع الغيار والعربيات المستعمله؟ بالظبط كده يا فندم. وبيقول كمان ان الورق ده خده شيكو مدريد اداه لواحد اسمه فريد الجندي. فريد الجندي؟ واضح ان الراجل ده عنده جبل كل الاسئله اللي عندي. هو انت تعرفه يا باشا؟ لا لسه بس قريب قوي هنتعرف ببعض. انا بقدم اعتذاري لمستر فاطين انا واصحابي الضيف اصل كله وناكد له ان احنا مش هنعمل غلط تاني. وكمان بعد ما عرفنا اللي حضرتك عملته مع صاحبنا دودي كان لازم نعتذر لك. وعلشان كده جبنا لحضرتك الهديه دي. احنا اسفين يا مستر. سامحنا يا مستر. سامحتكم يا اولاد. متشكر جدا. اتفضلوا. وعايز اقول لكم اني انا اللي لازم اشكركم علشان اللي انتوا عملتوه النهارده ده درس لينا كلنا. مش مهم يا اولاد اننا نغلط، لكن المهم اننا نتعلم من الغلط ويكون عندنا الشجاعه اننا نعترف بالغلط ده بالظبط زي ما عملوا زمايلكم. كان عندهم الشجاعه وهم بيعترفوا بالغلط قدامكم كلكم. وهنا أتذكر قول ويليام كونر حيث قال: الرجل الذي لا يخطئ فإنه عادة لا ينجز أي شيء. وده بقى يا أولاد بالظبط اللي حصل مع الشاطر ميشو. الشاطر ميشو هو عمل إيه يا مستر؟ لا دي حكاية طويلة أوي بس لو عايزين تسمعوها أحكيها لكم. حكاية الشاطر ميشو بدأت من زمان، من وهو صغير ومن قبل ما يبقى شاطر. أهو هو ده ميشو سيد الحاوي اللي أنا خلفته وعلمته وربيته. هو ده العو اللي هيرجع يخوف الكلاب السعرانة اللي قويت على أبوه كانت عايزة تاكله. صراحة يا ميشو إحنا كلنا كنا غرقانين من غيرك.
قول لي بقى ناوى على ايه ميشو؟ ناوى اعرف الكل مين هو ميشو الحاوي. اتصل انا بقى بفريد بن جندي اعرفه ان انت رجعت بالاجازه. ما تتصلش بحد يا سيد، احنا من هنا ورايح هنشتغل لحسابنا. بس كده فريد بن جندي ممكن يعرف ويعملها لنا حكايه، ده راجل ايده طايله في كل حته. ما تخافش، زي ما فريد بيقدر ياذينا احنا كمان نقدر ناذيه، وهو عارف كده كويس. انت في دماغك ايه؟ في دماغي كل حاجه، بس اتك على الصبر وكل حاجه هترجع، بس زي ما انا عايز. وفلوس يا ميشو؟ فلوس اللي هفها من شيكو مدريد 1,700,000 يا ميشو، ده غير 50,000 اللي هفهم المحامي. هيرجعوا لك يا سيد، بس سيبني انا بقى امخمخ لشيكو مدريد، احسن ده بالذات لازم يتعمل مع الواجب. طيب وبونبوني؟ محدش لي دعوه بيه، انا هتصرف معاه. اخلص واظبط كل اللي في دماغي وبعدين ابقى انفذ لكم كل اللي انتوا عايزينه. دلوقتي ميشو يا اولاد بقى الشاطر ميشو بجد، وبقى شايف الدنيا بلون الورد، وانا بقيت فخور بيه جدا جدا. انتوا عارفين ليه؟ ليه يا مستر؟ علشان اعترف بغلط وقفل صفحه الماضي. ومش كده وبس، ميشو دلوقتي يا اولاد بقى يحب. بقى يحب؟ ايوه بقى يحب. ميشو اللي ما كانش مقتنع بالحب بقى يحب، وفتح قلبه للحاضر وللمستقبل. الشاطر ميشو دلوقتي بقى يقدر يفرق جناحاته ويطير من غير ما يخاف. وهو هيخاف من ايه؟ ما هو دلوقتي ما بقاش يعمل غير الصح. نورت المحل يا كبير. ولا سوسته، انا عاوزك تعلق لي يافطه كبيره على المحل من بره، وتكتب عليها اوكازيون الاسبوع الجاي كله خصم 50% على اي بوكيه ورد، واللي يشتري 2 بوكيه هياخد بوكيه هديه مجانا من المحل، فاهمني؟ وكل ده بمناسبه رجوع ميشو لحضن ابوه. ومش كده وبس، شوف لي رسام كبير قوي يرسم صوره لميشو وهو مرمي في حضني وانا عمال ازغرط. اهو كده يا كبير، بقالنا كتير ما شفناش فرحتك دي. من هنا ورايح مش جايه الا الفرحه، واللي راح ان شاء الله هيتعوض. بالظبط ساره يا كبير، شكلها جايه تسال على ميشو. روح لها خلاص، بح كان هنا وخلص. وهجب يا كبير. صباح الخير يا حضره الظابط. ميشو ما جاش برضه؟ لا ما جاش حضرتك، بس الكبير المعلم سيد بيقول ان هو مش جاي تاني. ماشي. تمام يا كبير، كله تمام. أحسن، برافو عليك، عشان ما تعتبش هنا تاني. يا ساتر يا ساتر، دي من ساعة ما دخلت المحل والفار ابتدى يلازمنا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فؤاد، اقعد. طمني، إيه آخر الأخبار في قضية حسين المرشدي ورجال الأعمال؟ سيادة الوزير مهتم جدا بالموضوع ده، وخصوصا بعد محاولة الاغتيال اللي تعرض لها حسين المرشدي، وفي كمان اجماع من المجلس بضرورة البحث عن الفاعل بأقصى سرعة. احنا بنبذل أقصى مجهود يا فندم، وتقريبا كده خلاص وصلنا للشخص اللي ورا كل اللي بيحصل. مين هو؟ فريد الجندي يا فندم. فريد الجندي؟ أيوه يا فندم، ليه ملف عندنا في الداخلية. اختفى عن مصر 15 سنة، ولما سقطت القضايا اللي عليه رجع مصر تاني، بس بشكل جديد ومع ثروة ضخمة. مش هو ده اللي مشارك عدد من رجال الاعمال المتورطين في قضيه فساد الادويه؟ بالظبط كده يا فندم. فريد الجندي راجع مصر يشتغل في كل حاجه، وعارف هو بيعمل ايه كويس، ورجال الاعمال اللي مشاركهم دول مجرد ظهر يتسند عليه. انت فكرت هتعمل ايه؟ فكرت يا فندم، والملف ده فيه تقرير بكل الخطوات اللي ممكن تتاخد. طيب يا فؤاد، انا هقراه وواثق ان حل القضيه دي يبقى على ايديك ان شاء الله. انا متشكر جدا يا فندم لثقتك فيا. بعد اذن سعادتك. اتفضل. ميشو بتصل بيك ما بتردش عليا ليه؟ ميشو
ميشو انا عايزه اتكلم معاك، لازم تسمعني وتفهمني. اللي حصل ده ما كانش قصدي، انا بس اسأت التعبير. ألف شكرا يا بص، ربنا يخليك لينا يا كبير. لقوا النص مليون هيكونوا عند سعادتك بكره الصبح، وانا بذات نفسي هجيبهم لك لحد عندك. ربنا يخليك يا بص البص. خير يا استاذ؟ احلى خير. البص ظبط المزاد عشان يرسى علينا وباتنين مليون جنيه بس. طب والنص مليون اللي هتديهم له بكره؟ النص مليون جنيه دول يا باف اللي هيترشوا عشان المزاد يرسى علينا. استاذ ورئيس قسم، وهو ده الشغل اللي على كبير يا كبير. طب طالما لقينا بقت حلوه كده يا استاذ، ما نطور الهانجر كده ونظبطه ونشتغل في الامريكاني ونفتح شركه زي البص. عمار وتفضل طول عمرك عمار زي الحمارين اللي انت واقف ما بينهم يا حمار. ما ينفعش، احنا لازم نفضل في الظل كده في الدرة، ما نعملش زي البهوات العبطة ونبقى حاطين نفسنا في وش المدفع. ده غير اننا ما ينفعش نزعل البص مننا زي ما زعل من سيد الحاوي. ده محضر له حتة ليلة. خير يا فريد بيه؟ اقعدي اقعدي واسمعيني كويس. ايه مالك؟ في ايه؟ ميشو الحاوي بيحاول يلعبني، بيفهمني انه اعتزل وهو بيلعب من ورايا. متخيل انه بالورق اللي عنده دوت ممكن يحط صباعي تحت ترسه، وانا عمري ما بقى تحت رحمه حد. طب ممكن بس تهدى وتفهمني انا ممكن اعمل ايه؟ انا خلاص ظبطت اللي هيخلص عليه، بس قبل ما اخلص عليه لازم اخد اللي عنده. انت عارف انا عمري ما اخرت لك طلب. احبك. انت كمان وحشتيني. يا شغل عبد الحليم، انت كمان بتسمعي نجات؟ بتسمعيها ايه؟ الله، انا بعشق البحر. دي غنوة حلوة جدا جدا. ما انا بعشق البحر دي غناها محمد منير كمان. ما احنا بنعشق البحر. انا بعشقه من ايام الحرب. هتنامي؟ طيب تصبحي على خير، تصبحي على ألف خير. لا مش هقفل، اقفلي انت الأول. لا مش هقفل غير لو قفلت انت الأول. يلا مع السلامة. الله، ده الحب ده حاجة حلوة جدا جدا. ربنا يزيدك ويوفقك كمان وكمان يا عم الحبيب. سيد انت هنا من امتى؟ من ساعة ما كنت بتعشق البحر انت ومحمد منير. سيدنا من فضلك ما تسخرش من عواطف الجياشة. وبعدين انت كنت فين؟ انا طلعت دورت عليك ما لقيتكش. يا عيني عليك يا انس، ما انت تلاقيك ما تعرفش يا مسكين. ما اعرفش ايه؟ انا اصلي خلاص بقيت تمام التمام ورجعت للشغل تاني. كويس قوي، على الاقل ريشو يلاقي حد يساعده في المحل، ده خبر كويس قوي يا سيد. لا وخد الخبر اللي احسن منه كمان، ميشو بطل شغل محل الورد ورجع لشغله الاولاني. ميشو رجع لحضن ابوه يا انس. رجع لحضن ابوه؟ يعني ايه؟ يعني خلاص ميشو بقى ميشو سيد الحاوي، رجع للاصل. علشان تبطل تخطيط وخيابه انت والزفت اللي اسمه فطين. سلام يا عم الحبيب. بيعشى البحر. يا
كان عند عمي بيعمل ايه؟ يكونش قتله ولا يكونش بيدور عليا انا عشان يقتلني؟ ده الغلب ده يا ربي، الغلب ده رجع لحضن ابوه. يعني ايه؟ عم انس، عم انس الحمد لله انك كويس وبخير، مفيش رصاص ولا اي حاجه. ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا فطين؟ اصل انا عمي شفت بابا خارج من عندك يعني، فخفت اصل يكون قتلك. قتلني ازاي ما انا قدامك سليب اهو؟ اه يبقى اكيد بيدور عليا انا علشان يقتلني. ولا عايز يقتلك انت؟ الله، امال كان جاي ليه؟ بابا مالك يالا بتسحب كده زي الحراميه؟ لا 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 زي الحراميه، العفو يا بابا، هو انا مهما اتسحبت يعني ولا بقيت حرامي هبقى زي حضرتك؟ ده حضرتك كبير الحراميه بسم الله ما شاء الله يعني. مش كده برضه؟ طبعا طلعت تتسحب عشان تتقص على الكلام اللي قلته لعمك. لا 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 انا خالص يا بابا، ده انا طالع ادخل اوضتي علشان انا كابس عليا النوم قوي. الواحد لما بيكبس عليه النوم دون بينام وهو واقف. لا معلش انا بقى مش هخليك تنام وانت واقف ولا وانت قاعد ولا وانت نايم حتى. حاضر يا بابا خلاص تحت امر حضرتك، ده الواحد فايق قوي قوي، والواحد لما بيفوق بقى الفوان ده بيخلي الواحد مصحصح. تحب حضرتك انزل اجيب بقى كوتشينه نقعد نلعب بيه؟ لا خد. انا يا اخويا شاطر يا حبيبي، عاوزك دلوقتي اهو تخش لاخوك ميشو عشان تتاكد بنفسك. يا بابا الصباح رباح بقى بابا. لا قلت دلوقتي ادخل. انت لسه صاحي يا دودي؟ كنت بعرف اخر فصل وهنام على طول. انت بقى ايه اللي مصحيك؟ مفيش يا سيدي، عايز اطمن عليك بعد ما اطمنت ان بابا ورانا نام كمان عشان اشكرك واعتذر لك. تشكرني وتعتذر لي؟ ايوه اشكرك واعتذر لك. اشكرك لانك عرفتنا على ابو الفطاطين. كمان اعتذر لك عشان كنت بتريق عليك لما كنت بتتكلم على مستر فطين قبل ما نعرفه، لكن لما عرفناه ودخلنا جواه طلع انسان جميل ومفيش منه كتير دلوقتي. طالما اعترفت بغلطك تبقى شاطر زي الشاطر ميشو. عارف انا بحسد الشاطر ميشو ده، عارف ليه؟ ليه؟ عشان عنده اخ زي مستر فطين. خد الباب في ايدك يا ميشو، خد الباب في ايدك. خلاص اتأكدت انت وعمك يا صاحب العلم والفضيلة؟ عند الوقت حضرتك يا بابا هتقدر تنام وانت مبسوط، بس انا بقى هبسطك اكتر. ومش حضرتك كان نفسك من زمان ترمي لي كل الكتب بتاعتي في الشارع؟ انا هحقق لك كل اللي نفسك فيه يا بابا. انت عندك حق، كل اللي في الكتب كلام في كلام ملوش اي معنى. عارف يا بابا أصعب حاجة في الدنيا إيه؟ إن يبقى الشخص الوحيد اللي المفروض يمسح دمعتك هو اللي بيخليك تبكي.
الوقت وحينها لم أشعر بنفسي إلا وأنا أحاول أن أمزق الكتب، الكتب التي علمتني الأفكار التي آمنت بها وصدقتها. لم يكن في حسباني أن أخي ميشو سيعود إلى ما كان عليه، لم أكن أدري أن الشر قوي إلى هذا الحد. حينها تيقنت أنني أحلم، وأن ما كنت أظنه هو مجرد أوهام، وأن إيماني بأن الخير من الممكن أن يغير الشر ما هو إلا أكذوبة قد صدقتها وآمنت بها، فقد فشلت. فشلت في الانتصار على الشر، فكيف سأغيره وأخي وتوأمي ميشو قد تغير بالفعل؟ ولكن للأسف فهو لم يصبح ميشو الذي أريده. ولا عاد إلى ميشو الذي كان قبل أن يتغير، وإنما أصبح شخصا ثالثا قاسيا حدا، وكلامه لي كان مثل الضربة القاضية، فلقد شعرت بالموت يقترب مني، وحينها ظننت أنها النهاية. فلقد تذكرت قول كوانتين كريسب: إذا لم تنجح في البداية فقد يكون الفشل أسلوبك. أنا جيت بقى أسلم عليك علشان حسيت إنه وحشتك. أنت كمان وحشتني يا ماما. عارف أنت عايزة تطمني علينا كلنا. طمني يا أم. بصي بقى يا ست، بالنسبة لعم أنس هو الحمد لله كويس وخلاص هيخطب، وعن قريب إن شاء الله هيتجوز. أيوه، أشجان اللي كان بيحبها من زمان. وبالنسبة لأخويا ميشو فهو بقى الحمد لله كويس قوي، وبقى زي ما انت كنت عايزة وأحسن كمان. وبابا سيد الحاوي ربنا هداه على الآخر، وكمان بقى فرحان بأخويا ميشو قوي، وأنا فرحان قوي يا ماما. وعايز أفرحك إننا مش ناقصنا أي حاجة في الدنيا غير وجودك معانا. سعادتك بعت لي يا باشا، خير ان شاء الله؟ في حاجه حصلت لعربيتك كل حاجه؟ لا يا شيكو، العربيه ما فيهاش حاجه. طب الحمد لله، امال في ايه بس يا باشا؟ عايز اعرف علاقتك بفدي الجندي. شغل يا باشا، بزنس از بزنس. بزنس؟ أنا عارف إن أنت بتشتغل في قطع الغيار والعربيات القديمة، ولا يكون مشاركك أنت كمان؟ شاركني يا باشا، وأنا طول فريد بيك جندي شاركني، وبعدين فريد بيك جندي ده بوس كبير. الله ينور عليك، البوس بتاع إيه بالظبط بقى؟ بص يا باشا، هو البوس الكبير بتاع قطع الغيار المستوردة، هو مستورد كبير أو قطع الغيار، وأنا بشتغل فيها، ولما بحتاج شوية قطع غيار ولا حاجة، هو بيخدمني فيها محبة كده يعني. فريد بيك جندي ده راجل خير وجدع، وانا اعرفه من زمان قوي. زمان ايام النصب. ها
ده ده وراحت لحالها يا باشا. طب والورق اللي انت خدته اللي كان عند حسين المرشدي؟ ولا يا باشا ولا مؤاخذه. انا كنت عارف ان انت هتنكر، عشان كده هجيب معاك من الاخر. بص يا شيخ، القضيه دي قضيتها انا، عارف يعني ايه؟ لا ولا مؤاخذه ما اعرفش يعني ايه، ممكن ساعدتك تقول لي يعني ايه. يعني فريد الجندي بتاعك اللي انت عامل حسابه ده مش هينفعك في حاجه لما تخش انت وهو السجن. بص سعادتك يا باشا، انا اللي عاوز اقول لك حاجه بقى ولا مؤاخذه، يعني مش من حقك تكلمني بالشكل ده. ايوه، ثم انا عندي محامي ممكن يبقى معايا هنا دلوقتي، ثم انا مش متهم. هو انت لو سمعت الكلام وقلت على اللي بينك وبين فريد الجندي وايه اللي كان في الورق مش هتبقى متهم؟ انما هتفضل مكمل لي في الفيلم ده ورحمه امي ما هسيبك غير في السجن. بص بقى يا باشا، انا ما عادش عندي كلام اقوله ولا مؤاخذه، يعني لو انا متهم حولني على النيابه، البلد دي فيها دستور. ها؟ والدستور بيضمن لي ان انا لو مش متهم ما بقاش موجود هنا. ايوه بص، لا بس انا كنت عاوز اقول لسعادتك يعني ان الضابط اللي اسمه فؤاد ده لا ده حطك في دماغه جامد جامد يعني. لا الكبيره بقى يا باشا انه عارف كل تاريخك الاسود. ما اقصدش حاجه يا باشا، انا كل اللي قلته له ان الحكايه كلها قطع غيار سيارات وحاجات كده يا باشا. وبعدين انا قلت اقول لسعادتك عشان تاخد احتياطاتك الامنيه اللازمه الواجبه. خلاص يا شيكو عرفت. بقول لك ايه، مش عاوز اي غباوه، هتاخد كل الاحتياطات اللازمه، مفهوم؟ يلا مع السلامه. اهلا اهلا اهلا، اتفضل. خير يا فؤاد بيه؟ انا جاي استفسر من حضرتك عن شويه اسئله كده. ده بشكل ودي طبعا. إذا كنت حابب تخدم العدالة والقانون. طبعا أنا بحب أخدم العدالة وبحب أخدم القانون. عايز أعرف إيه اللي يخلي مجرم محترف زي ميشو يروح لك البيت؟ أبدا، هو كان جاي يدور على شغل، بس أنا طردته لما عرفت إنه حرامي، وخصوصا حكاية التوبة دي عرفت إنها لعبة. بس غريبة يعني، إشمعنى جالك أنت بالذات يطلب منك شغل؟ أبوه هو اللي بعته لأنه معرفة قديمة وكان بعته عشان يشتغل عندي. وايه علاقتك بحسين المرشدي؟ حسين المرشدي؟ انا ما اعرفوش، يمكن كمان عمري ما قابلته في حياتي، بس تقريبا سمعت عنه او قريت في الجرايد انه تعرض لحادث. هو انا بصراحه زعلت عليه قوي لانه راجل محترم. وتعرف ايه عن موضوع الورق؟ ورق ايه يا فؤاد بيه؟ الورق اللي كان عند حسين المرشدي في الفيلا وشيكو سرقه منه عشان يديهولك، ولا هتنكر انك تعرف شيكو مدريد كمان؟ لا طبعا اعرفه كويس قوي كمان. هو شيكو بيجي لي علشان اساعده في حكايه استيراد قطع الغيار، بس حكايه الورق دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. يعني انت بتنكر انك هددت حسين المرشدي عشان في ايد ورق يدينك انت ورجال الاعمال اللي مشاركوا؟ واضح ان دي مش قاعده وديه، ده اتهام، واتهام رسمي كمان يا باشا. عن اذنك عندي ماتش لازم العبه. ماشي يا فريد بيه، هسيبك تكمل الماتش بتاعك بس اوعى تخسر. ما تخافش عليا يا باشا، انا بعرف العب وبلعب كويس قوي كمان. يا فريد بيه، مش كل اللي بيعرفوا يلعبوا بيكسبوا في الاخر. هنشوف. بقول لك يا سوزي، ما تسيبك بقى من موضوع الاعجاب وسهر الليالي ده وتجيبي من الاخر، انت فريد بيه هو اللي بعتك. انت ذكي قوي يا ميشو بجد. اوكي هو اللي بعت، بس انا بقى اللي عندي ليه كتير. فريد بيه كان عرض عليا 200,000 دولار عشان الورق اللي عندك بتاع العمليات. ايه رايك بقى اني اخد منه ال 200,000 دولار برضو؟ انت 100 وانا 100 وتديني انت الورق من غير بقى لا سهر ليالي ولا لف ودوران ولا وبالمره هوصيه انه ما يخلصش عليك. سيبك بقى من موضوع انه يخلص عليا ده، لانه مش هيقدر طول ما الورق معايا عشان الرجال الكبار اللي بيشتغلوا معايا. بس مادام بقى هو غدر بيا فانا مش هبقى عليه، وانا اللي هعمل معاك الديل، هتاخدي فيه اكتر من 200,000 دولار. بس انت كده فهمت الموضوع غلط يا ميشو. من غير بسبسه وتسمعي الكلام للاخر، أنا متأكد يا سوزي إنك بتفكري هتكسبي إزاي من ورا فريد الجندي. خد
خصوصا بعد ما بقى كارت محروق عند الحكومة. ده مش بعيد كمان يجرجر رجلك معاه. أنا بقى هوفر لك فلوس نهاية الخدمة وأكتر من 200,000 دولار. ها قلت إيه؟ أسمع. ها قلت إيه؟ ديل أور نو ديل؟ ديل يا ميشو. ادخل يا فطين عشان تشوف المفاجأة. أفتح عيني يا عمي؟ فتح يا فطين. إيه ده؟ الله، ده أنت رجعت كل حاجة مكانها يا عمي. وحوت سمك جديد لسمسمة. يا سلام، أنت اللي عملت كل ده لوحدك يا عمي؟ مش مهم يا فطين مين اللي عمل، المهم بقى ان كل حاجة رجعت لوضعها الطبيعي. انت كمان يا حبيبي لازم ترجع لمكانك ووضعك الطبيعي يا حامل رسالة العلم والفضيلة. عمي انا بحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي قوي. خلي بالك من نفسك واستمر في رسالتك، وكما قال الامام علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ بما يحسنه، والمرء مخبوء تحت لسانه، والناس أعداء ما جهلوا. اللي انت رجعت تعمله ده مش صح يا ميشو. محدش عارف دلوقتي ايه الصح من الغلط. بس انت كده تبقى استسهلت. من اول مشكلة بتقابلك بترجع للسكة الغلط وسبت طريقك اللي فرشته بالورد. كانش طريقي، كنت بفرش الورد لحد غيري مش ليا. الحياة قصيرة أوي يا حضرة الظابط، لو ملحقتش استغلها أخد منها اللي أنا عايزه هتضيع الفرصة. الفرصة دي هتدخلك السجن. كلامك ده كان ممكن يبقى صح، بس لو مكانش اللي واقف قصادك هو ميشو الحاوي. ميشو الحاوي اللي انت لسه معرفتهوش. لا انا عرفته كويس قوي، بس اذا كنت واهمه لما افتكرت اني ممكن اخليك بني ادم. اللي انا عايزك تعرفه بقى ان انت من هنا ورايح مش هتشوف غير الظابط ساره اللي انت برضه ما تعرفهاش. عملت ايه؟ قابلته طبعا. وكل حاجه اوكي؟ للاسف من الذين كشفني وعرف ان انت اللي بعت. عرضت عليه 100,000 دولار رفض، وقال ايه؟ عرض علي عرض. عرض عليك ايه؟ يعني أبيعك له وسهل دخول الفيلا عندك عشان يسرق خزنك الخاص. هياخد الورق ويديني الفلوس. طب انت قلت له ايه؟ صيرته وقلت له موافقه لحد ما اشوفك هتعمل ايه. برافو عليك انك عملت كده. بقى عايز تسرقني يا ميشو يا ابن الكلب. صحيح طلع واطي، والواطي ملوش عند دية. ناوي تعمل ايه؟ جري في كل اللي هو عاوزه لحد ما اقول لك تعملي ايه. طب والورق اللي عنده؟ طول ما الورق معاه هو مطمن، وانا هعرف ازاي اخده منه. بقول لك ايه؟ كلمي سيد الحاوي، خليه يجيني بكره. اوكي. نفسي افهمك يا ميشو، وربنا نفسي افهمك. نفسي تدخلني كده جوه دماغك عشان افهم انت بتفكر في ايه. هتفهم كل حاجه يا سيد، بس واحده واحده. مين جاي لنا على الصبح ده؟ خش يا ستيشو. صباح الخير يا ميشو. صباح الخير. صباح الخير يا معلم. أهلا ستيشو. قول لي عملت إيه؟ شيكو مدريد داخل مزاد على لط عربيات معجوز في الجمارك، ورش 500,000 جنيه علشان يرسى عليه المزاد. بفلوسي طبعًا. والمزاد ده هيرسى عليه على كام؟ 2,000,000 جنيه. حلو قوي. تطلع انت بقى دلوقتي يا ستيشن على محل الورد وتبعت اللي انا قلت لك عليه. حاضر. ستيشن تخلص وبعدين تطلع على يخت عين نابي عشان تتقص لي على الاخبار. حاضر.
بقول لك ايه، مش عايز غباء يا ستيشن. وانت عمرك شفت مني غباء في اي عمليه قمنا بيها؟ انا عمري ما شفت منك غير الغباء. يلا بسرعه. ماشي يلا يلا. سلام يا معلم. مع السلامه. ايه ده، شفت بقى الغباء اللي على حق؟ اه، خد العيش وساب الغموس. ريح ابوك بقى ميشو، فهمني ايه الحكايه. يعني هفضل كده احل في الغاز؟ ايه موضوع النبي ده؟ لا دي ليله كبيره قوي، لما تكمل في دماغي هبقول لك عليها يا سيد. طب هتعمل ايه مع شيكو؟ انت مش عايز فلوسك ترجع لك؟ اللي عايزها ده انا عايزها من حباب عينيه. خلاص هترجع لك. طب وفريد الجندي لو على ايه معايا؟ اه على فكره ده اتصل بيا وعاوزنا نروح له. الله حلوه قوي، يبقى تروح له يا سيد. واسمع بقى كل اللي هقوله لك عشان تقوله له بالحرف الواحد. ومين اللي بعت الورد ده يا وف؟ ده ميشي يا استاذ، وبعت معاه كارت الجوكر. بقى الورد. وبعد بيقول ايه؟ اقرا لي اللي في الكارت كده خلينا نضحك. بس اللي مكتوب يا استاذ ما يضحكش. مكتوب ايه؟ انت العو رجع يا شيكو، اقفل على نفسك. يا اهلا بالمعارك يا ميشو. لازم تعرف يا ميشو ان شيكو مدريد ما بيخافش، مش قافل على نفسي السور. ايوه انا ما بتهددش يا ميشو، واعرف كويس قوي ان زي ما علمت على سيد الحاوي انا ممكن اعلم عليك. ولا كام يا؟ ايوه امورنا يا استاذ. هتطلع بره تعمل لي كردون مباني حوالين الهانجر، واي حاجه تحصل خلص انت والرجاله. واجب يا استاذ. وبوني استاذ، انت هتفضل هنا عشان تكون معايا في شرف استقبال ونعمل الحفله الواجبه. واجب يا استاذ. كده ميشو. طب everything is okay. احنا عارفين يا حضره الضابط ان انت عملتي مع ميشو اللي عليكي واكتر، لكن اللي بطلبه منك ده بطلبه باحساس الاب. ميشو جواه انسان كويس، بس ما اعرفش ليه اتقلب فجاه ورجع للي كان فيه. انا فعلا اديته فرصه تانية يا استاذ انس، بس هو اللي مش عايز يدي لنفسه فرصه تانية عشان يرجع اللي في دماغه. طب اديني فرصه اتكلم معاه تاني واعمل محاوله يمكن. ميشو ما بقاش ينفع معاه ولا كلام ولا محايله، بس ما تقلقش انا لسه ما فقدتش الامل. ربنا يخليك يا رب ويديكي على قد نيتك. عن اذنك فاطين، عامل ايه يا استاذ انس؟ من خجله من اللي بيعمله ميشو ما رضيش يجي معايا، مش قادر يوريك وشه. سلمي عليه وقول له ان كلامه لسه في وداني ما نسيتوش، وان هو كمان عمل كل اللي عليه. حاضر يا بنتي. كل الامور على ما يرام في النهايه، وإن لم تكن كذلك فتلك ليست النهاية. حاضر يا شيكو يا مدريد، إما فرقتك. هو بس فاجئني كده وخدني على إخوانه. طب واللي زي شيكو ده بقى تتعامل معاه إزاي؟ ده عنده أسلحة وعنده جيش وعنده. بس 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 بقى لم بقى لو سمحتي قال لها ما تقعديش تكسري مقاديفي كده ونقطيني بسكتك والنبي. أوف. إذا كان شيكو مدريد بقى عنده رجالة وأسلحة، فأنا عندي من التفكير والفطنة والحكمة اللي يخليني أقف قصاده قصاد عشرة من أمثاله. بس مخمخله الأول. طيب مخمخله يا مستر وإحنا كلنا معاك. أنا بس يا رنا كل همي إن شيكو مدريد ده يروح السجن برجليه ويعترف إن هو اللي سرق الورق وراح إداه لفريد به الجندي مسهل علينا المأمورية. إزاي يعترف يا مستر فطين؟ مش عارف إزاي. صح مش عارف. ما تفكروا معايا، ما تفكروا معايا يا جماعه، ما تفكري معايا يا شملوله يا كسرت المقاديف انت. بس بس وجدتها